إلياس أخو ماش 15 سنة لاعب جناح يوقع على عقد من أجل الاستمرار مع شبان برشلونة. النادي الكتالوني لم يذكر تفاصيل العقد. إلياس يعتبر من أفضل المواهب الصاعدة في برشلونة، وقد قال عنه مدير أكاديمية برشلونة أنه سيكون خليفة ميسي. الموهبة الصاعدة إلياس أخو ماش 16 سنة لاعب فريق الشباب يجدد عقده مع النادي. يسير هذا الشاب أخو ماش على خطى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل أندريس ميسي داخل نادي برشلونة الإسباني. في ظل المستويات التي يبصم عليها داخل الفئات الصغرى للنادي الكتالاني، إلياس أخو ماش البالغ من العمر 15 سنة يلعب حاليا لفريق برشلونة لأقل من 17 سنة، وهو من أب مغربي، وقد ازداد سنة 2004 بكتالونيا، ويشغل هذا النجم الواعد مركز صانع الألعاب، كما سبق له أن مثل منتخب إسبانيا لأقل من 16 سنة.